هلا كنا باللجنة الفرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان. اليوم كنا عم نحكي عن استرداد الأموال المنهوبة. هيدا القانون عم بيتناقش بهذه الأثناء. في بعض النواب عم بيطالبوا انه يقروا اكثر. انا عندي عدد كمان من الملاحظات، لانه المكتوب اليوم المقترح هي السلطة التنفيذية كلها تقريبا هي اللي مولجة ومسؤولة عن استرداد الأموال المنهوبة. مش معروف الصلة مع القضاء، في كتير مشاكل تقنية. ما رح خوض بهيدي النقاط اللي بتفرغ القانون من مضمونه. بدي أحكي عن فضيحة عايشينها كلنا عايشين هذه الفضيحة، وهي فضيحة إذا فينا نحكي عن استرداد أموال منهوبة، هي الفرصة هلأ نبلش نشوف إذا نحن فعلاً عنا نظام قضائي وعدالة حقيقية. عم بحكي عن فضيحة الفيول المغشوش. هيدي فضيحة الفضايح، وهيدي بعتقد المرة الأولى اللي منوصل بالجمهورية اللبنانية إنه مش نلقط طرف خيط، نلقط خيوط بكاملها حول فضيحة موصوفة كاملة المعالم، موثقة، خليني أقول موثقة بتقارير وبأوراق. وانطباع اليوم انه بلش العمل على اللفلفة. انطباعي بلش العمل على اللفلفة بعد ما العقد اللي صار له 15 سنة سري، بعد ما صار علني، انما سرب واعطي لبعض الاطراف، مع انه مفروض انه ينشر. مجرد اعطائه لطرف ما هو كمان هون بيزيد الريبة والشك لدينا جميعا انه شو اللي عم بيتخبى. هلا اللي عرفناه بالعقد واللي اكيد انه العقد سري بالنسبة لنا وسري بالنسبة لدولة الجزائر، مما يعني انه دولة الجزائر، وانا هون بتوجه للاخوة الجزائريين للشعب الجزائري وبقول لهم كمان شوفوا عندكم شو عم بيصير بالجزائر. تم نشر الكثير من التقارير عن سوناتراك وعن سوناتراك بي في اي المسجلة بي في اي، يعني مثل ما الكل بيعرفوا بهالدول اللي هن جنات ضرائبية اللي عادة بيلجأ الأشخاص ليتسجلوا فيهم أو يسجلوا شركات فيهم، إما لتبييض إما لتهرب ضريبة إما لمسائل من هذا النوع، وهذا الشيء بعتقد معروف ما في كتير نقاش فيه. فلما دولة، لما شركة حكومية تلجأ إلى شركة بي في اي بتعطي قسم من أشغالها لشركة البي في اي هذه، وقسم الثاني من أشغالها بتكون بتديره الشركة الوطنية الأم، أكيد بيكون في شيء مريب. هلأ لنحكي أكثر من ذلك، في تقرير عملته Global Watch Analysis، جماعة جديين وعاملين investigation وعاملين تحقيق على موضوع سوناتراك بي في آي، وبيخلص هذا التحقيق له أنه هيدي شل كومباني ما فيها موظفين، ما عندها عمليات أو مشاريع تشغيلية، يعني وكأنها مش كأنها، التقرير بيقول إنها استخدمت واجهة مالية، ويحكى عن 15 شخصية بروح أموال من هالبي في آي اللي هي اسمها سوناتراك أيضا، واللي الجزائر تقر إنه هيدي تابعة لها، مثل ما قال امبارح الوزير فنيش بعد ما عطى شهادته، قال بال 2005 هو وقع العقد، وانه وقع العقد مع سوناتراك بي في اي. نحن لحد ايام ما كنا عارفين اذا العقد مع سوناتراك الوطنيه او مع سوناتراك بي في اي، فاذا من 2005 العقد موقع مع سوناتراك بي في اي، ففعلا الموضوع والملف مريب واكثر من مريب وبيطرح كثير من علامات الاستفهام. هيدي الشركة تأسست بآخر الثمانينات، ولكن أعيد تسجيلها بال 2007، نحن تعاقدنا معها بال 2005، أعيد تشغيلها بال 2007. هون في أكثر معلومات استفهام. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دولة لدولة، أنا برأيي من مافيا لمافيا، أو من دولة إذا بدي أقول لشركة، لأنه هون بالوضعية الحالية أنا متعاقدة مع شركة. طيب ليه بده يكون سري؟ في أسرار نووية بالموضوع؟ هيدا العقد مفروض يكون علني، وكل المعايير الدولية بتحكي عن شفافية العقود. هيدا عقد شراء، أنا عم بشتري فيول، سعر الفيول معروف عالميا، ما في اشتري فيول بعقد سري.
شو السر بالموضوع لحد هلا؟ يعني هيدا سؤال كتير كبير، ليش من الاول بده يبلش سري وكل 3 سنين يتجدد ويبقى سري؟ بعدين اذا بدنا نصدق مزاعم الوزراء المتعاقبين على هيدي الوزاره انه ما كان معنا خبر، ما خبرونا، منا عارفين. وفضايح الفيول هلا اول مره بتكرر الوزيره ندى البستاني انه اول مره بيوصل لها تقرير. بيرجع بيطلع استاذ يحيى مولود وبيخبر وبيفرجي، وبمان شركه مان نشرت تقرير بيحكي عن مواصفات الفيول انها سيئه. وبعتقد بهال 15 سنه ما في حدا منكم مش سامع عن اعطال بالمعامل، ما في حدا منكم مش سامع بالتواتر انه في فيول مغشوش عم بفوت على لبنان. واكثر من مره الاعلام غطى هذا الموضوع، وصل لكل الناس. طيب الوزراء المتعاقبين ما حققوا؟ ما شافوا؟ ما سالوا؟ طيب في اثباتات اذا انه مش بس في تقارير من الشركه المشغله اللي مديرها يحيى مولود، ايضا في تقارير من مؤسسه كهرباء لبنان، وهون اذا بده ينكر استاذ كمال حيط ما في مشكله، بس المعلومات اللي عنا انه اكثر من مره راسل لا يرفع المسؤوليه ربما عنه، كان عنده كونسيرنز، كان عنده كثير من التساؤلات حول نوعيه الفيول اللي عم يجي. هلا انتبهوا لي على هذه المساله. في شخص تم تجنيسه بالمرسوم التجنيس الشهير بال 2018، مثل ما بتعرفوا صار قصه كبيره على المرسوم، اسماء كثيره صاروا يقولوا هؤلاء هن مافيا سوريه قريبه من الرئيس بشار الاسد، هؤلاء ملاحقين، هؤلاء كذا. قطع اسم ما انحكى عنه كثير، هيدا الاسم ملاحق بفضايح وفساد سوناتراك. الرجل عنده جنسية كندية وفرنسية وهو جزائري، بده الجنسية اللبنانية. اسمه فريد نور الدين بجاوي. هذا الرجل في مذكرة توقيف دولية بحقه، وفي ملاحق بالجزائر بإيطاليا، ما بعرف إذا في دول أخرى أيضا. تم تجنيسه بال 2018، ويقال وهون كمان بتمنى اخذ جواب صريح انه الامن العام ابلغ رئاسه الجمهوريه انه هذا الرجل ملاحق، انه في مذكره توقيف بحقه. رغم ذلك تم الاصرار على تجنيسه. هلا اذا حدا بده يقنعني انه موظف المختبر بمنشات النفط هو اللي اصر على تجنيسه، ما بعرف. بس هيدا الشخص شو قدم للدوله اللبنانيه خدمات؟ كمان ما بعرف. هو متزوج من لبنانيه. تعرفوا كم ألف حالة لمتزوجين من لبنانيات ما بيطلع لهم جنسية؟ تعرفوا هيدي القضية إنه قضية رأي عام طويل عريض بلبنان؟ تعرفوا قدي في ولاد لبنانية محرومين من الجنسية اللبنانية لأسباب اللي بتعرفوها طائفية ومذهبية وعم نحمي الدين؟ فريد نور الدين بجاوي تخطى كل هيدي الاعتبارات، تم تجنيسه بال 2018 رغم انه ملاحق، ولحد اليوم ملاحق بمئات ملايين الدولارات. بشو؟ بقضيه سوناتراك، مش بقضيه ابعد من ذلك. 2002 كان بلبنان، 2003 كان بلبنان، كان معه وزير الطاقه الجزائري موجود، بعتذر اسمه يمكن خليل شكيب او شكيب خليل، اعذروني، بتمنى تساعدوني كصحافي بهذه المعلومات، كان موجود ايضا هون. 2005 توقع هذا العقد مع سوناتراك بفي اي، بقي العقد سري. فاتورة الفيول اللي نحن بندفعها عشرات مليارات الدولارات، يعني بس تخيلوا نحن اليوم قاعدين راكدين على صندوق النقد نقول له دخيلك اعطينا 10 مليار، عم نترجى العالم على 10 مليار بمصريات سادر يرجعوا يعطونا اياهم، مع انه انا برايي طاروا 10 مليار هن فاتورة سنتين ثلاثة فيول، ويحكى عن 300 فيول ومشتقات نفطية وغيرها وكل ذلك. هذه يعني من الفواتير المكلفة علينا. اللي عم يوصل من بواخر على لبنان هو نفايات نفطية، هذا مثبت، كيميكال ويست عم بيوصل على لبنان مع عملنا المهرهرة بتهرهر أكثر. وأيضا نقطة مريبة جدا بهذا المجال، الشركة المشغلة لمديرها يحيى مولود تعمل تقارير وبتعمل بتفحص العينات، آخر عينة يحيى مولود بعتها إلى دبي فحصها، لا كهرباء لبنان ولا المؤسسة ولا الوزارة ولا المقدمين إخبارات، هو اللي بعت العينة. وكل العينات قبل
لتنفحص، هو اللي كشف الفرق ما بين المختبرات بلبنان بمنشآت النفط وبين بيرو فيريتاس دبي، هو اللي أظهر كل ذلك، وهو اللي رفض استلام هذا النوع من الفيول. ولكن كارا دونيس البواخر بتقبل هذا النوع من الفيول. كارا دونيس ما بتحكي، ما بتفتح تمها، يقال بتصفي الفيول، بتصفيه، بتقعد بتشتغل فيه، بتعالجه على السكت، وبتحطه بتشغله ببواخرها. هيدا كمان سؤال كتير كبير، وبعتقد انه يجب التحقيق ان يطال ايضا مشغلي البواخر تنسألهم يا جماعة كيف عم تقبلوا بنفايات نفطية ممكن تنزع لكم، ونزعت لهم أكثر من مرة البواخر، انتزعوا كم مرة سمعتوا البخرة منزوعة؟ وين بيوصل التحقيق؟ ما بيوصل لمحل التحقيق. بخبرونا انه ما حيدفعونا هالشهرين هي وعم تتصلح. طيب شو السبب؟ مش السبب ممكن كتير يكون فيول المخشوش؟ هيدا كله بده تحقيقات. بس أنا شغلتي كنايب، شغلتي خبر الناس شو عندي معطيات، شغلتي علي الصوت، خاصة لما أشعر إنه في لفلفة. وليه اللفلفة؟ هيدا الملف في روس كتير كبيرة، في الزعماء مباشرة داخلين، زعم الطوايف اللي بحبوا، اللي بحبوا الله المسيحي والمسلم والسني والشيعي والدرزي وشو ما بتكون، كلهم داخلين بهيدا الموضوع ودفنينه سوا. اليوم هل في خلاف سياسي ما خلى الأمور تنفجر هالقد وفكروا أنه بيضبطوها؟ مفروض الشعب اللبناني ما يقبل لا بلفلفة ولا بضبط لهيدي المسألة. رح أترك بين أيدي الصحافة واللي بهمهم تقارير اللي بتحكي عن الشخص اللي ذكرته اللي جنسناه، ولح أترك بين إيديكم أيضا معلومات عن البي في آي اللي هي كمان اسمها سوناتراك. لح ضل تابع هيدا الموضوع كل ما أشعر أنه في محاولات لفلفة جديدة على طريقة أنه بركة منخلي بيت رحمة والبساتنة يعمروا المعامل الكهرباء، منعقبهم بتعمير معامل كهرباء. مش هيك بتتم العدالة، مش هيك بيكون دولة الحق، مش هيك منرسل رسالة للعالم انه نحنا دولة قانون مش مزرعة، او مش ما بعرف شو بدي سمي يعني، ولا بجمهورية الموز بتصير. وكمان ما بقبل بولا شكل من الاشكال انه حدا يقنعنا انه هيدي القصة لها علاقة بشوية رجال اعمال قرروا انه يعملوا ثروات فاحشة. هيدي القصة فيها مشاركة من كل هالأطراف اللي سكتت وتواطئت، من كل اللي أخذوا هدايا، والهدايا ما اقتصرت فقط على الموظفين الصغار. أصلاً الموظف صغير المنتمي لمجموعة سياسية لما يقبل بليرتين ذهب أو بجزدين أو ما بعرف شو الهدية اللي ممكن تكون، بيرضى لأنه عارف أنه الفوقه ومديره ومدير مديره والزعيم الكبير راضي وماشي ومغطى، وهو اللي بديل، هو اللي بالصفقة. فاليوم هيدا الموضوع منه فقط عند مجموعة من الزعماء. وبدي أذكركم بتصريح طلع قاله الوزير وقام وهاب اللي بيعرف واللي بخبروه واللي عنده معلومات. أنا بتعذب لجيب المعلومات. الوزير وقام وهاب عنده أكسس على معلومات كتير أكتر مني إقليميا وداخليا، والكل بيعرف. بيحكي عن 300 مليون دولار صندوق أسود سنويا يوزع من هذه المسألة. مش اليوم حكي، حكي بعد الانتخابات النيابية بشهر أو بشهرين، يعني حكي بال 2018. نحن بال 2020 طلب أنه يسألوا القضاء عن الملف، لليوم ما حدا سأله. وأنا سألته قلت له حدا حكيك؟ أنا وعم جرب جمع معلومات، قال لي حكينا الرئيس فؤاد شهاب بهضامته المعهود. فلقلكن أنه ما حدا راح سأله، دخلك معلوماتك من وين؟ 300 مليون كرقم منين جبته؟ تعرفوا شو 300 مليون بالسنة بس فساد صندوق أسود يوزع ببلد عم ناس عم تشحد الليرة، ناس عم بتروح على البنوك طارت مصرياتها. هيدا ملف واحد إذا منوصل فيه إلى استرداد الأموال المنهوبة منا بحاجة لقوانين. أصلاً قوانيننا النافذة بتكفي وبزيادة لهذا الملف ولغيره. مهم الشعب يكون واعي، فتح عيونه وعارف أنه
لا الطائفة ولا الزعيم عم يحموا إذا ما عنده بلد وإذا حكام وحرامية. بهيدي القضية بدي أنهي بس تقلكن في بطل واحد اسمه يحيى مولود والباقي كلهم حرامية. شكرا.